بسم الله. عندنا تمرين من تمرينات الكور بلانك، طبعا تمرين مشهور برتكز فيه على المرفقين، وبجسمي بيكون جسمي مشدود في وضع البوش اب، وعندنا ثبات شايفين. طبعا بحاول جسمي يبقى مفرود من اول دماغي الرأس لحد القدم الفوت طوال المدة المقررة. احنا عندنا ثبات من 30 ثانية ل 45 ثانية، يعني احنا هنعمل ثبات من 30 ثانية ل 45 ثانية، وهي عندنا 3 جولات، وهي عندنا راحة إلى من 0 ل 60 ثانية راحة بين الجولات.